انا ليا اسئله لحضرتك. اتفضل. من اسئله الساده المشاهدين على صفحه سي بي سي، الاستاذ محمد هشام بيقول هل مدينه سوهاج الجديده هتدخل في مشروع سكن مصر ودار مصر ولا لا؟ سوهاج الجديده احنا فعلا طرحنا فيها سكن مصر ودار مصر. احنا ما فيهاش دار مصر، لكن في سكن مصر وسكن لكل المصريين دخل في سوهاج الجديده. في اخر طرح، يمكن الطرح الثاني والثالث، كان فيه مدينه سوهاج الجديده. عندنا طرح، يمكن في طرح متكامل حصل في 10 مدن في الصعيد، بدايه من بني سويف الجديده، المنيا الجديده، الفشن، ملاوي، اسيوط وغرب اسيوط، وقنا وغرب قنا، والاقصر وجديده وطيبه، واسوان الجديده مؤخرا طبعا دخلت معانا في الطروحات الاخيره. كويس. مثلا في طرح ان شاء الله جاي هتخش ان شاء الله، يبقى عندنا باذن الله بنعمل كثافه انشاءات هناك بندخلها في الطرح اللي بعديه على طول. طيب كويس. فكره الخدمات الحكوميه، يعني مثلا حدائق اكتوبر محتاجين مدرسه وحضانه مستشفى زي كده، ويا ريت تكون حكوميه عشان الاسعار غاليه، فالناس عايزه الخدمه دي تكون حقيقي. حكوميه حقيقي. مش خاصه. حقيقي. ازاي ده بيتراعى مش بس في حدائق اكتوبر، ولكن انا بتكلم على مجمل المدن الجديده. طب يعني زي ما باشمهندس محمد كده تفضل في اول لقاء وقال، احنا لما بنبني بنخطط للحي وبننفذه، بيكون في ارض مدرسه بننفذها وبنديها لهيئه الابنيه التعليميه او وزاره التربيه والتعليم تشغلها. بيكون في خدمات حكوميه بنديها للجهات الحكوميه المسؤوله بتشغلها. تمام. فاعتقد ان احنا عندنا كام مدرسه يا باشمهندس محمد؟ يمكن في اكتوبر 55 مدرسه، حوالي 55 مدرسه حكوميه كلهم شغالين. كام مدرسه حكوميه؟ 55 مدرسه. 55 مدرسه حكوميه. احنا يمكن الكثافه عايزين اكتر. ده بقى السؤال الاحسن يعني. والله الرقم انا متخيله 55 مدرسه في حدائق اكتوبر ومش مكفيين. الكثافه السكانيه كبيره، كثافه، ومترددين بقى من بقيه المدن المجاوره. يعني الوزاره هي اللي بتقوم بتنفذها وبتسلمها للتربيه والتعليم كامله. يعني يمكن المستشفيات. طب انا عندي سؤال على منطقه ال 390 فدان، انا ما اعرفش هي تبع مين. عندنا عند حضرتك في ناس كتير بتسال على الميه والمواصلات والكهرباء صراحه. يعني لا، ما عندي مشكله فيها في 390 فدان. على طول ما فيش مشكله عندنا في الميه في 390 فدان. المواصلات يمكن قعدت مع الساده المواطنين، هي دي القصه اللي بنتكلم فيها. احنا عندنا في المشروع 390 فدان عندي تقريبا 557 عماره. ايوه، عدد كبير جدا من العمارات. عدد الكثافه السكانيه احنا لسه بنسلم حاليا، بنسلم للمواطنين بقالنا في حدود 6 اشهر بنسلم للمواطنين الوحدات السكنيه اللي موجوده. الكثافه لسه مش زياده. وفرنا مواصلات على الطرق الخارجيه. بس في ناس سكنت بتقول عايزين الميه. لا، الميه شغاله، ما فيش عنديش مشكله في الميه خالص. ضعف ميه مثلا، كهرباء، المواصلات، النظافه. ده بالنسبه لا، النظافه انا عندي شركه نظافه نزلت من 10 اكتر من 10 ايام او اسبوعين لمنطقه ال 390 فدان. نزلت بالفعل. موجوده شركه خاصه موجوده، طرحناها مخصوص لل 390 فدان والشركه القائمه. في بعض الناس بتقوم باعمال التشطيب تاني للوحدات السكنيه اللي موجوده، بتسيب مخلفات وبرضه بنشيلها، لكن ممكن تكون الكثافه شويه زياده في اعاده التشطيب من تاني او تجهيز الوحدات من تاني من السكان نفسهم، واحنا برضه بنتعاون معاهم ان احنا بنشيل وراهم اول باول. عشان خاطر بس احنا محتاجين طلب من حضرتك. اتفضل. عايزين بيان بالشكاوي اللي على الصفحه دي موجودة. بالاسماء الناس موجوده بالاسماء. ضروري لازم نتواصل طبعا. حمدي ننزل على ارض الواقع، الاستاذ حمدي صقر، الاستاذ محمد فتحي عبد التواب، كل الاسماء معنا. انا بتكلم على 390 فدان، مشروع 557 عماره، ال 390 فدان. تمام. يعني تمام. يعني ده اعتقد المشاهدين اللي بيشوفونا من 390 فدان اعتقد دلوقتي هيكونوا سعداء. يعني استاذن حضرتك، احنا هنخش على الصفحه بتاعه البرنامج، هنبعت لينك لحضرتك برده ناخد الكونتاكت وننزل على ارض الواقع. اخر اجتماع مع الساده المواطنين في 390 فدان كان من حوالي 15 يوم في مكتبي. ايوه، واتفقنا على بعض النقاط اللي موجوده، منها موضوع المواصلات، ان انا هوفر لهم المواصلات عشان منطقه جديده، بالتنسيق معاهم ان انا هشوف الاول ساعات الذروه اللي موجوده سواء الصبح او اخر النهار. بالتنسيق معاهم هم اللي هيحددوا الميعاد بدخول البصات لغايه جوه ال 390 فدان من جوه وفي ساعات الذروه. وده اللي احنا قلناه، ان احنا عندنا شركات قطاع خاص لازم تكسب معايا ولازم توفر خدمه. هوفر لك الخدمه المبدئيه الاول، ان انا هخليك المتوسط تخش لك في اوقات الذروه. لكن دور المواطن بقى ان انا عايز الكثافه السكانيه تزيد عشان اقدر استدامه حركه المواصلات. طب هي حتى هم بيتكلموا، الاستاذه هبه مصطفى بتقول المدرسه للامانه هتشتغل في 30/9، وازاي تشتغل وما فيش مواصلات منتظم على مدار اليوم؟ يعني في مدرسه المفروض في 30/9 صح كده؟ في 30/9 بالظبط يعني. طيب عايزين نجيب عربيات فان على حسابنا، وحضراتكم ترخصوا لنا. حمدي صقر. على فكره مبادره كويس. على فكره فندم، احنا موفرين ترخيص عربيات الفان بالذات، بندي اولويه للسكان اللي موجودين في نفس الحي اللي موجود ان ارخص له العربيه الفان اللي موجوده، وممكن يتقدم دلوقتي على طول للجهاز بمستردات العربيه وبنرخصها له على طول، بياخد جواب للمرور من جهاز المدينه وبيطلع رخص العربيه طالما هو موجود،
ونحدد له خط السير اللي بيخدم الحي اللي موجود فيه.